لينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تواصل مصر تسيير رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وكان جموع الحجاج من غير المتعجلين قد أدوا طواف الوداع حول الكعبة المشرفة بعد فراغهم من رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى بمكة المكرمة، إذانا بختام مناسك الحج لهذا العام. تصدت قوات الدفاع الجوي السورية لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إن القوات الإسرائيلية شنت الهجوم فجر اليوم من اتجاه شمال شرق بيروت، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية فقط. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب في فرنسا، وأفادت الشرطة بتسجيل حوادث في باريس ومارسيليا وليون. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان قد أعلن تعبئة نحو 45 ألفا من عناصر الشرطة للتعامل مع أعمال الشغب. أكدت روسيا مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات و8 ناقلات جنود مدرعة عقب إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية قرب بخموت. ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن مصدر عسكري أن قوات الإنزال الجوية الروسية تصدت للقوات الأوكرانية في المنطقة الرمادية بمساعدة الطيران ومدفعية القوات الجنوبية الروسية، كما تمكنت من إسقاط أكثر من 10 طائرات بدون طيار. أوضحت هيئة الأركان العامة العسكرية الأوكرانية أن أكثر من 30 اشتباكا قتاليا وقع في جبهات ليمان وبخموت ومارينكا خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت هيئة الأركان في بيان أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية 22 غارة جوية ونفذت نحو 60 هجوما برجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة للسكان. أعلنت النمسا عزمها الانضمام إلى مشروع درع السماء الأوروبية الذي أطلقته ألمانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشددت النمسا في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة لا تؤثر على وضعها كدولة محايدة. وطالب المستشار النمساوي كارل نيهامر بضرورة اتخاذ احتياطات لحماية بلاده من مخاطر التعرض لهجمات بصواريخ أو بطائرات مسيرة. ورياضيا، تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى دور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة في المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024 بعد فوزه الثمين على نظيره منتخب الجابون بهدفين دون رد. ورفع الفوز رصيد المنتخب الوطني إلى 7 نقاط ليحافظ على صدارته للمجموعة الثانية ويحسم تأهله دور نصف النهائي، ويصبح قريبا من بلوغ أولمبياد باريس 2024، فيما ظل منتخب الجابون بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير. وسيلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور نصف النهائي مع منتخب غينيا وصيف المجموعة الأولى.